أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أرحب بكم أبنائي الأعزاء طلاب الصف السابع بالمرحلة المتوسطة بمدرسة التميز النموذجية، وألتقي بكم على خير ودرس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. معنا شباب في هذا الدرس، الدرس معنا في مجال التهذيب، وهو الدرس السابع من الوحدة الأولى تحت عنوان أحفظ قلبي من الحقد والحسد. نردد هذا الدعاء يا شباب: اللهم طهر قلبي من كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلبي من الغل والحقد والحسد والكبر. نعم، آمين يا رب العالمين. بعد كده يا شباب التمهيد لهذا الدرس: الحقد والحسد مرض خطير من أمراض القلوب وخلق مكروه، وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن الحق هو الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. إذن يا شباب، الحقد والحسد مرضان خطيران، يعني يجعلان العلاقة بين الناس علاقة غير مطمئنة وغير طيبة. طيب، أولا القرآن الكريم يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه رسمة لقلب الإنسان. بعد كده يا شباب، ابن القيم له عبارة طيبة جدا يقول فيها: إن صلاح القلب دافع لصلاح سائر الجسد، لأن القلب هذا هو الملك للأعضاء، وأن فساد القلب دافع لفساد الجسد كله. فإذا رأيت جسدا فاسدا في أعماله فاعلم أن القلب غير صالح بل فاسد. إذا القلب هو اللي عليه يا شباب مدار التكليف مع العقل. بعد كده يا شباب، معنا حديث لابن عباس رواه عن النبي عليه السلام يقول فيه الرسول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يعني الإنسان لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فيوضح لنا هذا الحديث أن العبد لا يتصف بصفة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه من الخير، وأن يكره للناس ما يكرهه لنفسه. نفس الآية القرآنية ونفس رسمة قلب الإنسان. أتعرف يا شباب في هذه الشريحة على معنى الحسد والحقد. إيه هو الحسد؟ الحسد تمني زوال النعمة، نعمة المحسود إلى الحاسد. يعني إنسان أعطاه الله مال، فهذا الحاسد يتمنى أن يأخذ هذا المال وأن ينصرف عن الرجل الآخر. فالحاسد يتمنى زوال النعمة عن مستحقها لتكون له فقط، ويتألم ويتعب إذا رأى نعمة الله تعالى عند غيره، ويسعى والعياذ بالله إلى زوالها. فهذا مرض خطير. الحسد يا شباب أيضا قالوا في تعريفه: إنه إضمار الشر للناس إذا لم يتمكن من الانتقام منهم ويخفي ذلك، يعني بيخبيه ويخفيه في نفسه، ويخفي هذا الاعتقاد إلى أن تحين الفرصة فيظهر ما في قلبه تجاه المحسود. فالحسد يأتي نتيجة الحقد المصحوب بالعداوة الظاهرة. نعوذ بالله من هذا الحسد. طيب، معنا يا شباب نشاط مهارة التحليل والاستنتاج. النشاط عبارة عن أن هناك رجلان وقف بين يدي أحد الملوك وقال لهما: تمني مني ما تريدان، فإني سأعطي الثاني ضعف ما يطلبه الأول. فصار أحدهما يقول الآخر: أنت أولا أطلب. فتشاجرا طويلا، يعني تخاصما، وكان كل منهما يخشى أن يتمنى أولا لئلا يصيب الآخر ضعف ما يصيبه. فقال الملك: إن لم تفعل ما آمركما قطعت رأسيكما. فقال أحدهما: يا مولان، احبسني في الزنزانة لمدة عام.
بعد قراءة هذه القصة يا شباب أتناقش مع زملائي لأستنتج موطن المشكلة. فموطن المشكلة يا شباب أن الرجلين يتصفان بصفتين مذمومتين وهما الحسد والحقد. أما الصفة الأولى فتظهر أي الحسد في أن أحدهما صار يقول الآخر أنت أولا ابدأ تمنى الأول حتى أتمنى أنا مثلك وضعف ما تريد. أما الصفة الثانية فتتضح في موقف الحقد، قال أحدهما يا مولان احبسني في الزنزانة لمدة عام، فهو يريد أن يحبسه الملك عام ثم يحبس أخاه عامين وهكذا. طيب أقارن يا شباب بين الحسد والغبطة. في حاجة اسمها الحسد احنا عرفناها، أما الغبطة فهي يا شباب دي شيء طيب، هي أن يتمنى الإنسان أن يكون له من الخير مثل الذي عند غيره دون إلحاق ضرر بالغير أو ذهاب الخير عنه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد أي لا غبطة. الحسد هنا بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب أي القرآن الكريم وقام به آناء الليل يعني يصلي به ويقرأه، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار أي أيضا يعني يعطيه للفقراء والمساكين بالليل والنهار. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. النشاط اللي بعد كده يا شباب وهو مهارة المقارنة، أحدد وجه الاختلاف بين الحسد والغبطة مع ضرب مثال لكل منهما. وجه الاختلاف يا شباب بين الحسد والغبطة، الحسد هو إضمار الشر للناس، أما الغبطة فهي دون إلحاق ضرر بالغير، إن أنا أتمنى ما عند الغير دون أن يذهب عنه. يعني إنسان صوته جميل وطيب بالقرآن الكريم، فأتمنى من الله أن يكون صوتي مثل صوته دون أن يذهب عنه هذا الصوت الجميل. مثال الحسد بارك الله فيكم أن يكون له مثل مال صاحبه وأن تنقص درجات زميله. تمام؟ مثال الغبطة أن يكون له مثل مال زميله من غير أن تنقص مال زميله. طيب بعد كده بارك الله فيكم نعدد بعضا من أسباب الحقد والحسد بين الناس. أولا العداوة والبغضاء، فهما أشد أسباب الحسد والحقد المؤديان إلى التشفي والانتقام، إن واحد يبغض إنسان ويعاديه. الأمر الثاني الترفع عن الآخرين يعني التكبر عليهم، فيثقل عليه أن يتقدم عليه غيره، لما يشوف واحد يعني كويس بيزعل قوي ويحزن لهذا الأمر والعياذ بالله. بعد كده يا شباب الكبر، أن يتعالى على الآخرين ويستصغرهم، يقول فلان ابن فلان وأنا ابن فلان فهو ليس أفضل مني. بعد كده يا شباب خبث النفس وكره الخير للغير. دي كانت أسباب أو بعض من أسباب الحقد والإيه والحسد. ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وبني إسرائيل، فكفر فرعون بالله تعالى وقال أنا ربكم الأعلى، فذكره موسى عليه السلام بالله سبحانه وتعالى وقال الله ربنا ربكم ورب آبائكم الإيه الأولين، هو اللي خلقني وخلقك وخلقكم وخلق أجدادكم. المهم يا شباب فرعون رد الحق اللي جاء به سيدنا موسى عليه السلام وتوعده بأن يحبسه في السجن، وما زال موسى عليه السلام يأتي بالآيات الواضحة وفرعون يحاول أن يعني يتبرأ وأن يطمس هذه الحقائق، حتى قال لقومه يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. واستمر فرعون في محاربة موسى عليه السلام إلى أن أخذه الله أي أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر وأغرقه في اليم. بعدما قرأنا يا شباب قصة يعني فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام، المشكلة في أن فرعون رفض أمر موسى بعبادة الله تعالى. طيب لخص المشكلة واجمع المعلومات حولها، لأنه أي فرعون يستعبد الناس من دون الله سبحانه وتعالى. الاستراتيجية أو الطريقة المناسبة التي اتبعها سيدنا موسى لحل هذه المشكلة إيه يا شباب؟ استراتيجية الحوار والمناقشة، إن هو تحاور مع فرعون وناقشه في أمر الألوهية، وقال له أنت لست بإله لكن الإله الذي خلقني وخلقك وخلق أجدادك وخلق المشرق والمغرب إلى آخره. فلما أحس فرعون بأنه سيغلبه موسى عليه السلام توعده بالسجن.
هل تم حل المشكلة بنجاح؟ نعم، تم حل المشكلة من خلال عجزه، أي عجز فرعون، على الرد على موسى عليه السلام. الأمر الثاني يا شباب، عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، أو وجد أهل المدينة ومنهم اليهود يصومون يوما، يعني تاسعاء، فقالوا، أو عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال النبي أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بالصيام. بعد كده يا شباب نبحث عن هذا اليوم الذي صامه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم عاشوراء، وأمر المسلمين بصيامه لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لقومه لما رأى اليهود يصومون اليوم العاشر فقط وأحب أن يخالفهم، فقال للصحابة الكرام: فإذا كان اليوم المقبل أو العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع حتى نخالف اليهود. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شباب، بعضا من أضرار الحقد والحسد من النصوص الشرعية أنه منافي للإيمان، فالنبي يقول: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، أن هذا الحسد من أضراره ينقص الحسنات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بعضا أيضا يا شباب من أضرار الحقد والحسد من النصوص الشرعية أنه يمنع صاحبه من قبول الحق والإذعان له، كما حدث من فرعون مع موسى عليه السلام. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أن هذا الحسد يفسد القلب والعمل. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا هناك أسباب أخرى للحسد والحقد، منها ضعف الإيمان والسخط على قضاء الله تعالى، حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه، خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تبارك وتعالى. أتناقش يا شباب حول طرق الوقاية من الحقد والحسد، فالإمام ابن القيم ذكر في علاج الحسد أمورا، منها الاستعاذة بالله تعالى والتحصن من شر الحاسد، وهذه الآية أو سورة الفلق يقرأها المسلم حتى يقيه الله سبحانه وتعالى من شر الحاسدين: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعد كده يا شباب أيضا الرضا بما قسم الله تعالى لي وللآخرين، فالله يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالتوكل على الله تعالى، لأن من توكل على الله فهو حسبه، والإكثار من الأعمال الصالحة كالصدقات وغيرها. أيضا الإحسان إلى الحاقد وحسن معاملته لإطفاء ناره. التقويم يا شباب، طبعا احنا ذكرنا هذه المهارة، مهارة التحليل والاستنتاج، من الرجلان اللي وقف أمام أحد الملوك. المهم يا شباب أن موطن المشكلة في هذا الموقف أن الرجلين يتصفان بصفتين مذمومتين، الحسد أولا ثم الحقد كما ترون. الصفة الأولى تتضح في الموقف الخلاف في من يبدأ أولا بطلب الأمنية، ثم الصفة الثانية وهي الحقد، طلب أحدهما الحبس، أو طلب أحدهما الحبس في الزنزانة لمدة عام حتى يحبس أخيه عامين. مهارة المقارنة يا شباب، فأحدد وجه الاختلاف بين الحسد والغبطة مع ضرب المثال. وجه الاختلاف أن الحسد تمني زوال النعمة، أما الغبطة فيتمني الخير دون ضرر. مثال الحسد: تمني زوال نعمة المال من الغني. مثال الغبطة: تمني حسن الصوت بالقرآن مثل غيره من المسلمين. بعد كده يا شباب مهارة البحث، فعن ابن عباس الحديث بيقول أن النبي عليه السلام لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني إيه شباب؟ يوم إيه؟ عاشوراء. ممتاز. فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال النبي عليه السلام أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه.
مهارة التوسع والإدراك يا شباب، نوجد أسبابا أخرى للحقد والحسد، منها الغيرة الشديدة، ومنها عدم الثقة بالنفس، ومنها أيضا قلة الوعي الديني. ماذا تعلمت من الدرس يا شباب؟ تعلمت هذه الأمور: أن الحسد تمني زوال النعمة المحسود، وأن من أسباب الحقد والحسد العداوة وكره الخير للغير، وأن الغبطة تمني الإنسان أن يكون له من الخير مثل الذي عند غيره. أما الحقد والحسد فهما يفسدان القلب ويحبطان العمل. أخيرا، الاستعاذة بالله والرضا بما قسم الله والتوكل عليه وقاية من الحسد والحقد. القيمة المستفادة يا شباب من الدرس ومظاهرها: حسن الخلق. من مظاهر حسن الخلق: أتجنب الحسد والحقد على الآخرين، أحب الخير لغيري كما أحبه لنفسي، أنصح غيري بوسائل الوقاية من الحسد. مهارة التذكر يا شباب: ضع علامة صح إلى آخره أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. نشوف: الحسد كلمة مرادفة للغبطة، هل هذا صح أم خطأ؟ خطأ يا شباب، لأن الحسد غير الغبطة. نهى الإسلام عن الحقد والحسد لأنهما يولدان الطغينة. صح: الإحسان إلى الحاسد يطفئ نار حقده وحسده. صح: الأذكار اليومية تحصن المسلم. صحيح: عرف الحقد والحسد. الحقد يا شباب هو إضمار الشر للناس إذا لم يتمكن من الانتقام منهم، أما الحسد فهو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. بعد كده يا شباب، مهارة المقارنة. يقول ابن تيمية في هذه الكلمة: إن صلاح القلب دافع لصلاح سائر الجسد. نشرحها. الشرح عبارة عن أنه إذا كان القلب سليما من الأمراض انعكس ذلك على عمله بالخير. وجه المقارنة يا شباب: أن حكم الحسد محرم، أما الغبطة فهي مقبولة. مثال للحسد: حسد صاحب المال. مثال للغبطة: فغبطة صاحب الصوت الإيه؟ الحسن. بهذا يا شباب نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وألتقي بكم إن شاء الله في درس قادم آخر. إلى هذا الحين لكم مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.